تسلم دماغك يا نادر، ما كنتش عارفه ان قلبك قاعد قوي كده. لما ربنا يديك عيل وتحسي انه ملوش غيرك، لو مالكيش سنان تطلع لك انياب، ولو مالكيش ضوافر تطلع لك مخالب. بس ابوي مش سهل، مش متعود حد يقوله لا. واه هيعمل ايه يعني؟ يقدر يعمل كتير، اقلها يعني هياخدك على قد عقلك، وفي الاخر هيعمل اللي هو عاوزه. اقول ايه؟ يا مرارك يا سكينه، هتجنن يا ناس نافوخي. يا سكينه ايه؟ ما تشوفي حته تقعدي فيها، والله خيلتيني. عشت وشفت عبد جبار بيتقال له لا، لا وايه؟ بالفم المليان. ومن مين؟ من اللي قتلت ولده. ايه يا مرة الافتراء دي؟ هي مالها ومال موته؟ ألف رحمة ونور عليه. أنا برضو اللي مفترية؟ ده أنا قلبي جايد نار، دي بومة غراب. يعني يبقى اسمك الحاج وما بتفوتيش فرض وتقولك ده؟ مال ده ومال ده، أنا لو مكانك كنت رزعتها كفين أفوقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك إيه، أنا بفكر في حاجك دي تحل كل المشاكل وتخلي يوسف في حضننا والأرض كافة شيء. هتقتلها صح؟ إيه ولي الشر اللي أنت فيه ده؟ أنا شر؟ ماشي، طب قول فكرته دي. علاء. ها؟ علاء يتجوز نادرة وهي مراته ما بتخلفش، وجايز يجيب أخ ليوسف كده كل شيء مش تمام. انت عاوز تموتني يا عبد جبار؟ ألطم ولا شق خلقاتي؟ عايز تديها الواد التاني كمان؟ أنا بحب مرتي يا أبوي ومش هتجوز عليها. أوه. ومن ميت الإخلاص والحب ده كله أقلب الحلال، مش أحسن لك من الهباب اللي بتعمله مخلي سمعتك في الطين؟ لحتى لما بغلط ما بجرحش إسراء لأنها ما عرفاش، لكن لو اتجوزت عليها وسلفتها كمان هكسرها وزلها. أنا بحبها يا أبوي، بحبها صح. مين اللي قال لك تكره؟ الحب شيء والجواز شيء تاني يا عويل. ما قدرش يا كبير، اعذرني. وانت كمان اعذرني، نصيبك من ايراد الارض حينزل للنص، ومصنع العلف اللي ما بتحلهوش وبتقبض من وراه هتروح له كل يوم. ماشي يا عندليب؟ نتشوفه يا ابوي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.